الله 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 سبحان الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. وصلنا إلى الآية الثانية أو نهايات آية الثانية، الآية الثانية في سورة النحل. هذه السورة المباركة التي أغلبها مكية تعالج كبقية السور المكية قضايا العقيدة بالأسلوب القرآني كما قلنا، وليس بالأسلوب الفلسفي المعقد أو العرفاني الموهوم. هذا الأسلوب أسلوب فريد، وقد سار على هذا الأسلوب أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومون عليهم السلام عندما أرادوا أن يشرحوا أسس العقيدة الإسلامية. وصلنا إلى هذه الآية، ينزل الملائكة بالروح من أمره، وقلنا أن الملائكة مخلوق طاهر من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يتزعمهم جبرائيل وهو رسول الوحي. أما الروح فمخلوق آخر ليس جبرائيل، وهو الذي يعضد الأنبياء ويساندهم ويسددهم وملتصق بهم دائما، هذا يسمى الروح، في تفصيل ذكرنا. على من يشاء من عباده، أيضا شرحنا أن الله هو الذي يختار من خلقه أطهر خلقه بعد أن شرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا كما قرأنا الليلة الماضية. طيب، هؤلاء الأنبياء شنو مهمتهم؟ ما هو مشروعهم؟ ما الذي كلفوا به ليوصلوه من قبل الخالق إلى خلقه، بدءا من آدم وانتهاء بنبينا محمد صلى الله عليه وآله؟ يلخص الله سبحانه وتعالى مهمة الأنبياء في جملتين أو جملة ونصف جملة: أن أنذروا. الملائكة تنزل على منه؟ على الأنبياء. الروح يسندهم، هذه القوة العظيمة الذي هو أعظم من جبرائيل، يسند الأنبياء وتبعا لهم الأئمة الأوصياء. طيب شو تسوون أنتم؟ مهمتكم أن أنذروا
بلغوا أوصلوا هذا النداء من قبل الله إلى الخلق. شنو؟ أن لا إله إلا أنا. الركيزة الأولى في الفكر الديني من آدم إلى الخاتم وإلى قيام القائم هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، أن لا إله إلا أنا. خب هذا واحد لما يفكر يقول شو عادي هذا، لا إله إلا الله، لا مو عادي. أنت عندما قلت لا إله يعني رفضت كل الآلهة، كل المعبودين، سواء الأصنام أو الجاه أو المنصب أو المال أو المرأة أو إلى آخره. لا إله، الألوهية يعني العبودية، بعد إله يعني مألوه. مألوه يعني شنو؟ يعني معبود. كل معبود أخليه وراء ظهري. واحد يقول لي احنا ليش شكل نسوي اول تكبيرة الاحرام؟ هذا في صلاة الجماعة اقول لهم يا اخواني هذا الموبايل مالكم. ايضا هنا اقول للذي يسمعني، احنا عندما نجي الى صلاة الجماعة او نروح الى زيارة الائمة او الى مسجد او الى حسينية او الى محاضرة دينية او الى مجلس، هذا انا اخو ما اجيبه اصلا، نخليه بالمسكن، هذا لازم ينفصل عنا. ليش؟ لأن أنت إيش قل تسوي؟ الله أكبر في تكبيرة الإحرام. لماذا إيش قل يسوي؟ سألوا الإمام الصادق، قال يعني أن تجعل كل الدنيا وأفكارها ومهماتها وهمومها وشينها وزينها وراء ظهرك وتقبل على الله سبحانه وتعالى. وهذا الموبايل يرن، وش كل يسوي لي؟ يطلع من جيبه سبحان ربي الأعلى وبحمد، شنو هذا؟ يعني كأنه بعد مرتبط بما خلفه وراءه ظاهرا. هذه في التعليقة كانت عندما ندخل الحسينيات، المحاضرات، صلاة الجماعة، الحرم، العتبات المقدسة، هذا بعد نسكره لأنه هذا يربطنا بالدنيا، احنا جايين نرتبط بالآخرة. خب نرجع إلى كلامنا، لا إله إلا أنا يعني كل معبود يجب أن يلغى إلا الله سبحانه. هذه الركيزة الأساسية للدين الإسلام، دين الأنبياء. عندما صار لا إله إلا الله يأتي دور فاتقوني يعني العمل. نحن الشيعة لا نعتقد بأن العقيدة وحدها تكفي، العقيدة والعمل. اليوم صاير في موجة يقول لك خلي قلبك يكون طاهر. هذول الصوفيين أو ما يدعون أنه صوفي، طبعا بعض الصوفيين ترى ناس جيدين، ها أنا ما أقول كل صوفي، ولكن بعضهم اللي يتركوا العبادات شو يقول؟ يقول قلبك يكون طاهر مع الله خلاص يكفي. لا، لا إله إلا أنا، هذا أول شيء. فاتقوني يعني عبادة، أحكام شرعية، صلاة، صيام، مثل ذاك الولد اللي دائما نمثل به، يقول في الولد راح للمدرسة أيام قبل، فيوم الأول قال المعلم قول ألف، هذا إلكم يفيد، قال ألف، قال ما أقول. يوم ثاني قال له بابا قول ألف، ابني عزيزي أنا مو ظالم إليك، ما أقول. ثالث يوم حاجيكم هاي القصة أتصور، يوم الرابع دز على أبوه قال له تعال هذا كل ما أقول له قول ألف ما يقول. اجا ابوه قال له بابا ليش ما تقول؟ قال بابا انا ادري الان يقول لي قول الف، بكره يقول لي قول باء، بعد بكره يقول لي قول ثاء. يعني الدين الف ب تاء ثاء جيم حاء يروح بعد. لا اله الا انا فاتقوني يعني لازم بعدين تقوى، ورع، عدم فعل المحرمات،
فعل الخيرات المبرات إلى آخره. يعني دائما في كل القرآن تشوفون دائما كل كلمة إيمان لمن يجي أو أغلبه، دائما ما أقدر أقول يعني بعض الآيات خاصة لبعض الأمور. الذين آمنوا رأسا شو يقول؟ وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعمل، يعني دائما الإيمان بعده العمل. هنا لم نفس الشيء. مهمة الأنبياء زرع ركيزة التوحيد التي هي الأساس في الفكر الديني، ويتبعه النبوة ويتبعه المعاد ويتبعه الإمامة ويتبعه الأحكام بعدين فاتقون. هذه خلاصة الآية. في هذه السورة سورة النحل أتصور هكذا أنه أكثر سورة ذكرت فيها النعم، نعم الله سبحانه وتعالى. وبعدين آخر شيء نوصل إلى الآية المعروفة وإن تعدوا، هاي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، في هاي السورة موجودة. ولذلك بعض المفسرين القدماء يسمونها سورة النعم، لأن أغلب النعم مذكور. ليش؟ لأن الله عنده أسلوب جدا سهل وممتنع. قلت لكم لا معقد، لا براهين فلسفية معقدة، ماكو. يقول لك تريد تصل إلى الخالق، انظر إلى المخلوق، السماوات، الأرض، البحار، الأشجار، النعم، حتى يأشر إلى الخيل والبغال والحمير، يعني اللي تعايشه أنت، حتى يذكرك بنعم الله سبحانه وتعالى. فالذي خلق هذه الأشياء هو الواحد الأحد الصمد الفرد الذي قادر على كل شيء. خلق السماوات والأرض بالحق. شنو الحق؟ مرة إخواني واحد يخلق شيئا، يصنع شيئا مخربط حسب تعبيرنا، مو منظم، هذا لا يدل على علمه أو على حكمته أو على تدبيره. يقولون هذا صانع في شيء بس مو مرتب. هذه السماوات التي نراها، طبعا احنا ما لا نرى السماوات، احنا شنو نشوف؟ فشي جدا بسيط نشوف. روح الى علم الفلك اصلا واحد يتحير، شنو هذا العالم؟ مليارات المجرات والنجوم والكواكب، ولا واحد يضرب الثاني، منظم. هذا الحق، يعني الصانع خلق هذه السماوات. اليوم شفت في كتاب علمي يقول تكرر ذكر لفظة السماء في القرآن 310 مرات. السماوات، سماء شكل بألفاظ مختلفة، منها 120 مرة بالإفراد السماء، ومنها 290 مرة سماوات. ليش هذا التأكيد؟ 310 مرات يتكرر كلمة السماء أو السماوات، بعض الأوقات السماوات والأرض، بعض الأوقات سماوات وحدها، بعض الأوقات سماء، للتركيز على عظمة هذا الكون. طيب هذا الكون العظيم الذي يمتزج أو تمتزج الكواكب والمجرات بشكل أنيق، عندما تراه في بعض الأفلام يمكن شايفين أو في بعض الكتب. أنا أحب دائما أقول لكم هاي الكتب العلمية حول الفلك شوفوها، هذا يزيد من معرفة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. أنا بعض الأوقات عندي أطالع شنو هالعظمة، يعني شنو هالتدبير، الغلاف الجوي الغازي، ما أدري الترتيب اللي موجود بين الكواكب، كل واحد يدور حول الثاني، احنا نطلع من الشمس، الشمس تطلع علينا، بعدين هذه الكرة الأرضية تدور، بعدين القمر منك الشمس منها، هذا المنظومة الشمسية البسيطة ترى اللي احنا نشوفها. يقول اكو كواكب يصل نورها بعد كم مليون سنة ضوئية، سنة نورية. شنو هذا؟
يعني مخلوقة وموجودة في أقصى الفضاء، واحنا ما نشوفها أصلا، حتى الأجهزة ما تشوفها بعد سنوات ضوئية. سنة ضوئية تدرون يعني شنو؟ بس احنا ما قاعدين في صف فيزياء حتى نشرح، انتوا اعرف قارين بالمدرسة. هذه عظمة، ولكن بنظام، بحق. خلق السماوات والأرض بالحق، يعني منظم. الحقية في خلق السماوات والأرض تدل على وجود خالق حكيم مدبر واحد، أحد صمد. وإلا إذا كانوا 50 خالق كل واحد بشكل كان يدبر الأمور، كان تخ يعني بعد ما تقدر تطلع رأس منهم أصلا. الخالق واحد، مدبر، حكيم، عليم، خبير بكل شيء. هذا النظام العجيب. من هنا تصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. هذا وحدة. ما دام خلق السماوات والأرض بالحق، يعني بنظام مرتب محكم متقن، تعالى عما يشركون. فلماذا تشركون؟ ليش تجيب شريك لله؟ ومن الشريك؟ صنم تجيبه تعبده؟ هذا خطاب إلى المشركين. بعدين رأسا من السماوات العظيمة يجي إلى النطفة التي خلقنا منها. بعد خجلا ماكو هنا، أنا لازم نحكي النطفة شنو هي في اللغة العربية. النطفة الماء الصافي، هالشكل يقولون، الماء الصافي اللي قطرة صغيرة يسمون نطفة. بعدين اصطلحت على الماء الذي يخلق منه البشر. حقيقة انت تصور نطفة تزرع في رحم امرأة بالتفصيل اللي قريناه في الثانوية. خب شلون يصير هذا في خلال 9 أشهر؟ شايفين هذا الفيلم مال الجنين؟ انا اشوف هالاشياء لا بس طالعون. يوم ورا يوم هذا يتطور 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 الى ان يصير في اللحمة، بعد اللحمة عظام، بعد العظام ورا طبعا مو لحمة، شيء قذر يعني. بعدين الكساء العظام تكسوها لحم، يكسوها لحم. بعدين هذا العين، الأذن، الأنف، الأعضاء البدنية، شلون تخلق هناك يعني في ظلمات 3؟ منو دي يرتبها إذني؟ شلون هذه يعني؟ هذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. من نطفة، بعدين يقول خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هو نطفة كنت، الآن صاير خصيم، خصيم مبين. تفسيرين إلى التفسير الأول، خصيم يعني الذي يعبر عن نفسه، الذي يستطيع أن ينطق، يتكلم ويوقف ويخطب ويمشي ويقول أنا وأنا وأنا، هذا خصيم. مبين يعني واضح، يعني هذا قبل كم شهر، قبل كم سنة كان نطفة، قطرة صغيرة من الماء كان. وشلون قطرة يعني؟ لما يصير المقاربة تصير ملايين أكو من هالنقط، واحدة منها تلتقط إلى تفصيل موجود في الكتب. طيب هذا بعدين يصير خصيم مبين، يوقف يتكبر على الناس ويحكي ويعبر عن نفسه ينطق، ولذلك يسمون الإنسان حيوان ناطق، ناطق يعني يعبر عن نفسه. هذا تفسير. التفسير الآخر لا، نوع من نوع من الاستهزاء بالإنسان، يعني أنت كنت نطفة هسه صاير خصيم لله، تخاصم الله سبحانه وتعالى، تخاصم المقدسات، هي تقول أنا وأنا وأنا، شنو أنت؟ وحقيقة إذا واحد يفكر في نفسه يستحي من نفسه، يخجل من نفسه أصلا. أنا كنت نطفة الآن صرت خصيم، أخاصم رب العالمين في أحكامي،
ونقعد بالديوان. أنا في رأيي أن الحجاب لسه في هالأيام مو لازم. عجيب. أنا في رأيي أنه القرآن كان لذاك الوقت مثلا. يبدأ يخربط معه. خصيم مبين مع أنه كان نطفة، وبعد ذلك يصير جيفة لمن يموت. العجيب الإنسان لمن يموت حتى أقربائه يشردون من عنده، شنو هذا؟ إذا ما يشردون يحبوه هواية يخلوه بالقبر ويروحون، خلص انتهى كل شيء، والشلو كباب جاهز. هذا في عرف إيران، بس يدفنون الميت يودون المشيعين إلى مطعم، ينسون كل شيء. بعد أنا مرة رحت وياهم، بعد ما رحت قلت شنو هذا، بعد ما دفناه قاعدين نضحك ونسولف وكأنه ما صار، ما كان شيء أصلا. نعم، واحد يسوي إطعام للفقراء زين أو للأقرباء. نرجع إلى كلامنا، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. إشارة معبرة بعد ما يقول عن خلق السماوات والأرض يجيبه إلى نفسه. ما لا تطالع السماوات، ما يريد السماوات، انظر إلى نفسك إلى بدنك، أنت شنو كنت؟ كنت نطفة، الآن أنت خصيم. بعدين يعرج على نعم الله سبحانه وتعالى، والأنعام جمع النعم. الأنعام إخواني يطلق تطلق هذه الكلمة على ثلاثة أشياء ويلحق بها شيء: الإبل، البقر، الغنم، والماعز أيضا يلحق بالغنم. هاي الأشياء الثلاثة تسمى أنعام، جمع النعم، من نعم، نعم جمع نعمة، نعم نفسها، مو نعم اللي يقول نعم سيدي، لا نعم نفسها، هاي الكلمة جمعها أنعام. ليش يسموها نعم وأنعام؟ لأنه ناعمة مو خشنة، أكو حيوانات خشنين حافر عندهم، الأنعام شوي نعومة بيها، يعني الإبل والبقر والغنم نعومة بها في شعرها في جلدها. والأنعام خلقها لكم للناس، شنو فوائدها؟ أول فائدة فيها دفء، كل الألبسة قديما وحديثا من شنو؟ إما من أوبار الإبل، وإما من الشعر، وإما من الجلد، بالنتيجة هذا الدفء يصير لنا. يعني كيف نأخذ الدفء؟ الدفء مقابل البرد، بالنتيجة بالدنيا أكو بالكرة الأرضية يصير برد، فأنت تأخذ دفء بشنو؟ بواسطة هذه الأنعام التي ذكرناها. ومنافع، يعني ألبانها، حليبها، ما أدري كل شيء اللي تسوي من هذه الحليب يصير منافع. ومنها تأكلون، يعني من لحوم هذه الثلاثة تأكلوا. هنا أنا في ملاحظة أكو، هذه الآية إشارة إلى أن النباتيين مو على حق، اللي يسموهم شنو؟ فيجيتيريانز، يعني أصلا ما يأكل لحم، هذا مو مرغوب. نعم لا تكثر من أكل اللحم، صحيح كما في الروايات، أما الأنبياء كانوا يأكلون لحم، النبي كان يأكل لحم، الأئمة كانوا يأكلون. ومنها تأكلون دليل على أنه هذا شيء جيد، أكلوا اللحم بس لا يكثر، واحد كل يوم كل يوم ليأكل، مرة لحم مرة روبيان مرة سمك إلى آخر الأنعام النعم. هذا واحد. ثانيا هنا في هاي الآية يقول تأكلون، بعد كم بعد آية ثانية حول الخيل والبغال والحمير لتركبوها، هناك ماكو تأكلون، يعني شنو؟ يعني هل لا يجوز أكل لحم الخيل؟ لا يجوز أكل لحم البغل أو البغال والحمير؟ بعض العلماء قالوا لأنه ماكو في هذه الآيات كلمة الأكل معناته حرام، ولكن فقهنا الجعفري الشيعي وروايات أئمتنا بيقولون مكروه، يعني لا يحبذون أكل لحم الخيل
والبغال والحمير. أما أنه يجوز يجوز نعم ما في إشكال بس على كراهة. وأفضل اللحم لحم الغنم كما في الروايات، والآن أم ثابت بعد يعني لحم الغنم أفضل من لحم البقر، لحم البقر أفضل من لحم البعير مثلا أو يختلف شوية. فبالنتيجة من المنافع التي نستفيد من الأنعام شنو؟ ومنها تأكلوا ولكم فيها جمال. منو شايف الرعي؟ أنا أروح إلى بعض القرى حتى نبني مساجد مثلا حسينيات أشوفه هواية لطيف. هذول لما يطلعون الصبح خاصة الغنم بآلاف الوحدات يطلعون ضايجين، ليش؟ جوعانين. بالليل باقين هناك والحليب ماخذين منهم مثلا فلان، أكثر شيء الغنم شايفة طبعا. هذول يطلعون إلى الرعي، لمن يرجعون يشوفون في الكبرياء بهم، أثداءهم الثدي مالهم كل مملوء بالحليب ومرتاحين ومسوين رياضة بدنية بالرعي، يجون الشكل وهذا الراعي واقف يطالعهم يرتاح. جمال أكو به. ولكم فيها جمال حين تريحون. أول شيء جايب كلمة تريحون، تريحون من الإراحة. إلاحة يعني شنو؟ يعني لما تجيب الغنم أو البقر أو الجمل تجيبه إلى الإسطبل، جاخور يسميه، جاخور، إلى الجاخور تريد تجيبه هالقطيع الكبير، هذا يسموه الإراحة، يعني توديه حتى يرتاح. والإسطبل يسموه المراح، يعني مكان الراحة. تريحون يعني تأخذون الغنم وتجيبوه إلى الجاخور حتى يرتاح. هناك لما يجي هذول هالشكل أثداءهم مملوءة بالحليب ومرتاحين يروحون إلى المراح مالهم يعني إلى الجاخور. وحين تسرحون، المفروض قبل يجي تسرحون، لأن أول شيء واحد يودي الغنم بعدين يجيبه، لأن الجمال عادة عندما هذول راحوا وأكلوا العشب وصار عندهم امتلاء في المعدة والأثداء صارت مملوءة بالحليب، هذول جايين عندهم جمال. ولكم فيها، لكم يعني أصحاب الأنعام، لكم فيها جمال. الجمال تشوفوه أصلا هذا يفيد للراعي طبعا، احنا مو رعاة فمن حسب هذا الشيء. احنا قاعدين في بنايات مغلقة والكونديشن يشتغل وما نعرف شو اكو ماكو. الحالة السابقة كانت لطيفة، الناس تطلع برا تمشي يوديون وياهم، هذه رواية شفت جدا لطيفة. الآن ما تقدر تسوي هذا الرواية، ما تقدر تطبقه، يعني أغلبية ما يقدرون يطبقوه. صلوا على محمد وآل محمد. عن أبي جعفر سلام الله عليه، عن الباقر عليه السلام أنه قال: قال النبي لعمته، النبي كان عنده عمة، قال: ما يمنعك من أن تتخذي في بيتك ببركة؟ يا عمة ليش ما تأخذين بركة في بيتك؟ فقالت: يا رسول الله ما البركة؟ أنا بيتي ما بي شيء، يعني شنو بي اللي ما بي بركة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: شاة تحلب، فإنه من كانت في داره شاة تحلب أو نعجة أو بقرة فبركات كلهن. اكتفاء ذاتي. الآن تقدر تسوي هذا الشيء؟ شقة بالطابق العاشر وخمسين متر تودي بقر؟ شلون يصير؟ ما ممكن. قديما البيوت كانت فارهة لطيفة يخلون بي. الآن بالقرى أيضا لما تروح إلى القرى هم أكو شكل. وعن علي عليه السلام: أفضل ما يتخذه الرجل في منزله لعياله الشات، فمن كان في منزله شات قدست عليه الملائكة. هذا التشجيع للرعي للأنعام، تشجيع هذا
قدست عليه الملائكة مرتين كل يوم. وعن الصادق عليه السلام: من ما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة. وعنه عليه السلام: الزارعون كنوز الأنام، لأن الزراعة أيضا يرتبط بالأنعام، إذا ماكو زراعة ذولا يموتون جوع بعد. الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيبا أخرجه الله عز وجل، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاما وأقربهم منزلة يدعون المباركين. مبارك هذا اللي يعمل بالزراعة. هنا يقول: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. بعد من فوائده شنو؟ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه. ذاك اليوم طائرات ما كانت، سيارات ما كانت، قطار ما كان موجود، شو يسوون؟ الجمل والبقر أكثر شيء، طبعا الغنم ما يقدر يشيل شيء. الجمل مخلوق عجيب، شفت في كتاب يقول الجمل يستطيع قطع مسافة 50 ميل في اليوم. الميل كم كيلومتر؟ أحسنت، شوية بعد 600 وشوي. ويستطيع حمل أكثر من نصف طن، نصف طن تخليه على الجمل من المؤن أو الركاب، من دون طعام أو شراب لعدة أيام متتالية. يسموه سفينة الصحراء بعد. هاي الصحاري شلون كانوا يرحون بها؟ الجمال كانت تقطع الصحاري. وإذا كان في الشتاء لا يطلب الماء، بل قد يعرض عنه شهرين بدون مي، طبعا إذا كان الغذاء رطبا، وأسبوعين إن كان جافا. أما بالصيف يتحمل العطش من أسبوع إلى أسبوعين. العجيب هذا، مو يشرب ماي، الماي يبقى في أنسجته. بعض كانوا يعتقدون أنه يخلي الماي هنا، لا، الآن ثابت أنه يطوب بالأنسجة. يفقد في أثنائه ثلث وزن جسمه، أسبوعين ما يشرب ماي، إذا توزنه على الميزان ثلث وزن جسمه بعد أسبوعين شو يصير؟ يفقده. خب، فإذا وجد الماء يشرب 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 يشرب، تجرع كمية هائلة. خب ما يخالف، هذا شو وقت لازم يرجع الثلث؟ لازم في أسبوع، 10 أيام، شهر. يستعيد بها وزنه المعتاد في دقائق. سبحان الله، مو هو فقد ثلث الوزن، الآن وصل إلى البرشة، إلى الغدير، إلى مي، قام يشرب يشرب يشرب. شايفين الإبل ومن يشرب؟ ورود الإبل على الماء، أنا شايفه يشرب، يخلي الراعي يشرب. مو هو فقد ثلث وزنه، في خلال دقائق هذا الثلث يرجع مرة ثانية. عظمة عجيبة. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، بتعب. شلون واحد يحمل من اليمن مثلا إلى العراق؟ إذا تروح إلى أوروبا بعد هواي يصير. هذه الجمال كانت تحمل. طيب، ممكن تقول أنه هسا الآن شنو؟ اصبر شوية. إن ربكم لرؤوف رحيم، الله الرؤوف الرحيم خلق هذه الأنعام لأكلكم، لدفئكم، لجمالكم، والجمل والبقر لأجل أن يحمل أثقالكم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. الخيل زينة حقيقة، ذول اللي يشتغلون بالخيل يعرفون زينة الخيل شو معناته. الخيل موجود عجيب يعني، هسه تفاصيل بما علينا الوقت ينتهي. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. المفسرون قديما كانوا متحيرين في هذا الشيء، ويخلق ما لا تعلم. هواي الله عنده خلق اللي احنا ما نعلم به، بس شنو ارتباطه بالخيل والبغال والحمير وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه منك الأنعام؟
شنو ارتباط هذه الجملة بهذه الحيوانات؟ يمكن الآن يقولون يمكن إشارة كانت ولم يفهموها سابقا إلى الاختراعات التي تحدث بعد فترة من الزمن. اليوم واحد ما يشيل بعد على أجلكم الله الحمير أو على الجمال يودي بضاعة مثلا، إلا في بعض القرى اللي حتى الطائرة ما تقدر توصل، هليكوبتر ما يقدر يهبط، أو مثلا سيارة ما توصل. الآن أكو جبال إلا بالحمير يروحون، والحمار أنتوا راكبين لو ما راكبين؟ أنا راكب. والبغال عجيبين هذول الدقيقين، يعني إحنا كنا نروح من طهران إلى إمام زاد الداود إذا ما راح نروح خوش سفرة. الآن صاير طريق مبلط ويرحون على راحتهم، ذاك اليوم ماكو، فنستأجر من جوا من طهران آخر طهران نستأجر بغال وحمير نركب. أنا أول ما راح الحقيقة خفت، كل جبال وكل وديان، وهذا الحمار أجلكم الله يمشي على الحافة وانت راكب عليه تشوف جوه شنو؟ جوه وادي. اذا شويه هذا يعني ما قدر يضبط نفسه انت والحمار رايحين عفوا انت والحمار، لا انا والحمار، يلا ما يخالف. بس هذه المسيره رحنا سيدنا تقريبا حوالي 7 ساعات، ما أدري 10 ساعات، وهذا أبدا على الحافة يمشي. هذا اللي كان ويانا قلت بابا أنا أخو، قال لا تخاف أبدا، هذا دقيق شلون كمبيوتر وطائرة تنزل بالمطارات الشكل عجيب واقع. خب الآن شنو؟ ويخلق ما لا تعلمون. مع ذلك نحتاج إلى الخيل والبغال والحمير لبعض المناطق، لأن بعض المناطق ما توصل إليه، حتى هليكوبتر ما يقدر ينزل به بعد. عموما ويخلق ما لا تعلمون، أنا ما أريد أفسر من عندي لأنه ماكو رواية بها، بس أكو رواية أنه هذه إشارة إلى خلق لا تعلمونه، أكو هذه الرواية، بس إشارة إلى الطائرة، إلى السفينة العملاقة، إلى هليكوبتر، إلى قطار، إلى سيارة، يمكن هذه إشارة إلى هذا الخلق. طبعا هذا الخلق يقول مو احنا سوينا الاختراعات، لا انت ما سويت الاختراع، انت كنت الوسيلة. من اعطاك العقل والفكر والدقة والتنظيم الفكري؟ الله سبحانه وتعالى وإلاده. الله يرحم آية الله العظمى السيد احمد الخنساري، كنت في خدمته ايام رحمة الله عليه، كانوا عجيبين هذول. قلنا له سيدنا، من والدي كان وكيلة في كربلاء، فدنا نروح إلى بيتهم وفلان، قلنا سيدنا في شيء طالع يسموه مسجلة زبط صوت، بالإيراني كان يسموه زبط صوت، ضبط الصوت هو كلمة عربية مسجلة. قال شنو يسوي؟ قلت أنه هذا أنت تقرأ فيسجل صوتك، بعدين تفتحه الصوت يطلع نفس محاضرتك ساعة اللي أو درسك سيدنا. قال وهذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. رأسا أخذنا لتفكر أنه هذا عظمة المخلوق، هذا عظمة الخالق، أنه أكو هاي الأشياء في الكون أنت لازم تروح تكتشفها، تخترعها، تسويها، تربطها حتى تستفيد منها، تستفيد منها. يعني ويخلق ما لا تعلمون، الطائرة أيضا، السيارة، القطارات، من خلق الله سبحانه وتعالى. خب الموعظة الأخيرة كعادتنا في كل ليلة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. ألا أنبئكم بشرار الناس؟ لا إله إلا الله. احنا هاي الاشياء لازم نقراها، لان بعض يقولون سيدنا شويه لا تشد على الناس. انا ما اشد، رسول الله يريد يربينا يأدبنا
ولولا هذا التأديب البشر كانوا ضائعين حقيقة. أنا أقول بعض الأوقات أفكر مع نفسي يوميا يجب أن نشكر رسول الله، يوميا نشكر الأئمة، نشكر الأنبياء، حتى البشر هيك أصلا يعني إذا مو تأديب الأنبياء كانوا ضائعين. وإلى الآن اللي يجي في تربية الأنبياء شوية يتعقل، شوية يتقدم، شوية يفهم شنو المعادلة في الكون، يصلح دنيانا وآخرتنا. ألا أنبئكم بشرار الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من نزل وحده ومنع رفده وجلد عبده. ذاك اليوم يسافرون في الصحاري، يسافر وحده، نزل وحده يعني يروح للسفر ينزل وحده. أكو ناس متكترين ما لهم خلق مع المجتمع، هذا مو صحيح. ومنع رفده، يرفش السفرة والناس واقفين يأكل وحده، هاي قديما كانت بعد بالسفرات. وجلد عبده، هسا عبيد ماكو، بس أوصيكم بالخادمين والخادمات في البيوت، ديروا بالكم هذول بشر، هذول في بلادهم محترمين جايين يترزقون، لازم نحترمهم لا تشدوا عليهم. ذاك اليوم كانوا يجلدون يعني يضربون العبيد. ألا أنبئكم، سكتوا كلهم يستمعون. مرة ثانية قال ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ أكو شر أكثر من هذا، أشر. قالوا بلى يا رسول الله. قال من لا يقيل عثره. أنا سويت في شيء مو زين، بعدين جيت قلت لك حجي أنا أعتذر منه. قل لا أنا ما أقبل عذرك. ليش ما تقبل عذرك؟ الله الذي بيده كل مقدرات الكون عندما تعتذر يقول ما يخالف عفوت عنك. الله أنت ما تقبل هذا الشر. ألا أنبئكم من لا يقيل عثرة، عثرة يعني خطأ، ولا يقبل معذرة. فد واحد يقول لي أنا قبل سن 50 سنة فلان حاجي قدام الناس في حكاية إلى الآن بذهني. شنو هذا؟ انسى، انسى الماضي. شنو يبقى في ذهنك ويصير حقد؟ ولا يقبل معذرة. ثم قال صلى الله عليه وآله ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من لا يرجى خيره، خير ما يرجى منه، لا في كلامه، لا في ماله، لا في نفسه، لا في إشاراته، حتى أنا شايفته يقعد يطرع مشروع، هو خو ما يشترك بالمشروع، خو مو مهم كيف حلاله ما يريد يعطي. يقول لا يا أبا منو يقول هذول صادقين، منو مطمئني أنت؟ ليش تحكي، ليش تحكي؟ لا يرجى، من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. لا إله إلا الله، شر لا يؤمن منه. هاي مخلصنا. ثم قال صلى الله عليه وآله ألا أنبئكم أو أنبئكم بشر من ذلك؟ أكو بعد أكثر. قالوا بلى يا رب. هذه كلها تعليم، ترى تربية، هذه أولادنا يتعلمون على الخير والبركة والعفو وقبول المعذرة، هذا تربية. قالوا بلى يا رسول الله. قال من يبغض الناس ويبغضونه. أكو ناس كأنه كل الناس مو زينين إلا أنا، شنو هذا؟ في دعاء مكارم الأخلاق، هذه دعاء مكارم الأخلاق بين فترة وأخرى قروه، موجودة حتى في مفاتيح الجنان، الصحيفة السجادية لا تتركوها يا شباب، الصحيفة السجادية خاصة دعاء مكارم الأخلاق. لازم نحب الناس، الناس طيبين، إخواننا، النساء يجب عليهن أن يحبوا النساء، أخواتهم، أقربائهم. شنو هالحالة اللي أقل حالة نشوف نبغض؟ مو زين هذا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول شر كل هذول اللي يبغض الناس. الأنبياء كانوا يحبون الناس، يكرمون الناس، يحترمون الناس.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بقبول هذه التربية إن شاء الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله 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 سبحان الله الله الله.